من ابو ظبي مع المهندس دكتور عماد سعد مستشار الاستدامه ومسؤوليه اجتماعيه. مساء الخير، اهلا بك معنا. هل ممكن ان نتحدث اكثر يعني كبنود رئيسه عن الاضرار التي تسببها المواد البلاستيكيه؟ مساء الخير. اهلا وسهلا. طبعا هناك اضرار كثيره على الصحه العامه والبيئه، فيمكن ان نجزها على الشكل التالي. يعني على الجانب البيئي هناك أضرار في البيئة البرية والبيئة البحرية. البيئة البحرية هناك سلاحف البحرية تتضرر وتموت جراء أكل الأكياس البلاستيكية، ظنا منها أن هذه قناديل البحر التي تتغذى عليها. أما في البيئة البرية فنجد أن الحيوانات البرية مثل الجمال والأبقار والماعز وما شابه عندما تتغذى من النفايات الموجودة في البر ومن ضمنها الأكياس البلاستيكية تؤدي إلى موت ونفوق هذه الحيوانات. بدولة الإمارات عندنا أحصائية رسمية من وزارة البيئة من عدة سنوات تقول بأنه 50% من الجمال النافقة سببها أكياس بلاستيكية، نتيجة أنه الطفل معده وشافوا الأكياس البلاستيكية كيف تكومت وكيف تجمعت في المعدة، بالتالي أدت إلى الوفاة. هذا على الصعيد البيئي. هذا على الصعيد، على الصعيد الصحة العامة هناك مخاطر كثيرة تعد ولا تحصى. أولها نرى أنه المواد البلاستيكية تدخل في معظم المنتجات الاستهلاكية سواء للأطفال أم للكبار، المواد الغذائية أم. مثلا على صعيد يعني الألعاب تبع الأطفال هناك مادة اسمها الفتيليت، هذه المادة من تدخل في المنتج البلاستيكي تؤدي إلى نعومة ومرونة اللعبة، فبالتالي شيء محبب للطفل تكون اللعبة مرنة وطرية وناعمة، فبالتالي هي المادة مادة مسرطنة محظورة، لكن هي تدخل لأنه بكثير من الدول ما في قوانين ما في ضوابط. نعم. أحيانا الدول مستوردة أحيانا كذا، فبالتالي هالحالة هيدي قائمة بتدخل في المنتج. طيب. وبتؤدي إلى ضرره غير 40. نعم في دول تبع الاطفال هناك اضرار بالديوكسين الناتج عن احتراق المواد البلاستيكيه، يعني اي حدا بيشعل بلاستيك نفايات تحتوي على البلاستيك تؤدي الى اطلاق غاز الديوكسين المسرطن 100%. فبالتالي هناك اخطار كثيره تعد ولا تحصى. طيب لا يمكن ان نغفل بس لنستفيد من الوقت مع حضرتك الجهود العربيه خاصه في دوله الامارات، يعني كان في جهود بهذا الاطار ايضا وتجارب مميزه، كيف يمكن ان نختصرها؟ دوله الامارات يعني ادركت خطوره هذا الموضوع واطلقت من سنه 2010 الى 2012 يعني على مدى 3 سنوات يوم وطني للبيئة تحت عنوان الإمارات خالية من الأكياس البلاستيكية. عقب هذه الحملة التي استمرت إلى 3 سنوات تم تتويج الحملة بإطلاق قانون اتحادي. نعم. يمنع إنتاج البلاستيك بالطرق التقليدية، والبلاستيك البديل هو أن يكون قابل للتحلل. هي يضاف إليه مادة تسمى D2W، هذه مادة قابلة للتحلل، بمعنى البلاستيك اللي بينتج يعني نحن ما بنكون خففنا انتاج البلاستيك اكثر ما انه حولنا عمليه انتاجه من ضار للبيئه الى قابل للتحلل، مثل ما سمعنا بالتقرير انه بتاخذ عمليه تحلل 500 سنه، فبالتالي بالضبط. فهذه من اهم النقاط صحيح التي يمكن دوله الامارات، لكن هناك مطلوب اكثر بكثير. نعم. المواد البلاستيكيه تفني البيئه ولا تفنى، تفني البيئة ولا تفنى. طيب أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة القيمة. انتهى وقتنا، اعذرني. دكتور عماد سعد مستشار الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، شكرا.